آمين. إنجيل الحد الثالث من الصوم، وزي ما انتم عارفين بيتكلم عن الابن الضال، وما زالت الكنيسة بتلح علينا بألحانها وبقراياتها وبكل ما تقدمه لينا عشان نقدم توبة. وساعات كتير الواحد يقول هو ليه ربنا ما خلقناش أساسا أبرار وان احنا مش محتاجين للتوبة. وساعات كتير ناس ممكن تيجي وتقول هو ربنا ليه مش بيسمع لصوتنا. وساعات ناس تيجي تقول احنا ممكن نكون حاولنا نتوب كذا مرة ومعرفناش، وعشان كده احنا بقينا نسمع وتعودنا على السمع لكن ما بقيناش نعمل بالكلام. الأول كان الواحد لما يسمع قصة توبة الابن الضال كان يتأثر بسرعة ويخبط على صدره ويقول له أنا كمان يا رب احسبني كأحد أجرائك، ولكن ممكن بعد شوية حس إن هو متنعم في الخطية أكتر من قعدته مع ربنا أو انتظاره للحياة الأبدية. وعشان كده محدش بيرجع لربنا ويقول له طب فهمني أنا عملت إيه غلط. لازم الواحد لو شعر بخطأه وشعر بتدني مستواه الروحي وشعر بغربته عن الحياة الأبدية وشعر باحتياجه لطهارة القلب ونقاوة الفكر وقداسة السيرة، أول ما الواحد يشعر إن هو فعلا محتاج هيعرف يلجأ لربنا إزاي. لكن ربنا ما بيديش الغني، عشان كده تسبيحة العرض جميلة جدا، تقول أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المين المتضعين، أشبع الجناء الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. فاللي بيجي لربنا بمنطق المستغني أو حاجة كمالية بيكمل بيها حياته عشان يبقى منظره حلو قدام الناس، اتعودت أجي يوم الأحد الكنيسة أو اتعودت أتناول كل أسبوع، وما بيتغيرش في حياته الداخلية بما يتناسب مع الأسرار اللي بياخدها والصلوات اللي بيصليها والالتجاء لربنا بحق مش بس بالكلام، بتفضل حياته زي ما هي. يبقى عايش جوه الكنيسة ولكن بدل ما ده كنا بنقول عنه كان ميتا فعاش، احنا بقى يقول لكم اسم انك حي وانت ايه ميت. فممكن الواحد ما يكونش بيتغير لانه مش بيلجأ من قلبه لربنا. يعني واحد يبقى عصبي ويفضل طول عمره عصبي، طب ما انت بتسمع الكتاب المقدس كتير، ما تغيرتش العصبية اللي فيك دي شوية؟ ما ابتديتش تاخد من وداعة المسيح حبة؟ طب على الأقل حتى ما بقتش تحافظ على لسانك زي ما سمعنا النهاردة مع يعقوب الرسول بيقول ان اللسان يضرم من جهنم، يضرم من جهنم يعني ممكن يولع الدنيا. وساعات فعلا كده ناس مجرد كلماتها ممكن تولع الدنيا، تولع البيت، تولع في اللي قدامها. بسبب ايه؟ بعض الكلمات اللي ممكن تكون جارحة او بعض الكلمات التي تهيج الغضب. الحكيم بيقول كده الجواب اللين يصرف الغضب والجواب الاحمق يهيج السخط. وساعات كتير الواحد يبقى فيه الطبع ده ان هو يا اما يتعصب كتير يا اما ما متعصب ما يمسكش لسانه، يدي اللي قدامه زي ما يديله ما تفرقش معاه. لكن اللي بيلجأ لربنا لازم يلجأ له بمسكنة، يلجأ له باتضاع، يلجأ له باحتياج. لأن أول طوبة قالها طوبة للمساكين بالروح، يعني فرحة الإنسان اللي مسكين بالروح هو ده اللي أنا هينفع أخش واملك على قلبه. عشان لما أقول له اتغير من العصبية للاتضاع يقول لي حاضر، أم اتغير من النجاسة للطهارة يقول لي حاضر. بلاش تفتح عينك على الشر، افتح عينك ناحية السماء واطلب الأبدية يقول حاضر. بلاش تتكل على الحاجات الأرضية وابتدي اطلب أورشليم السمائية يقول حاضر. ما تقعدش تكوش في الأرض وتمسك فيها، خليك باصص للسماء وخلي كنزك الحقيقي فيها يقول حاضر. اللي ما بيقدرش يقول حاضر ده لكلمة الكتاب المقدس لأن جوه قلبه هو مش عايز يعيش مع ربنا. المظهر ان هو جاي لكن الحقيقة هو قلبه مبتعد بعيدا، عامل زي الابن الايه الاكبر يجي كده
وحتى لو لقى انسان ضال داخل الكنيسه يقول ايه ده، هما فرحانين بيه في الكنيسه قوي كده وبيناولوه في حين ان هو وحش، وانا اللي كنت احسن وكنت مش المفروض ان انا اكون في مكان احسن. وتبص تلاقي افكاره افكار ادانه، مش بس لاخوه ده كمان لابوه. ويقول دايما كده حتى بقت بالامثله بتاعتنا ان ربنا يعني بيدي الحلق مش عارف للي ايه ويعمل ايه يزود الناس اللي لدرجه ان واحد من الانبياء قال له كده، قال له لماذا اطمأن الغادرين غدرا؟ يقول لك الشرير سمن كده وجحظت عينيه من السمنه من كتر ما هو لاقي الاكل كتير والخير كتير. ويقول له كده لا تحسد عمال الاسم لانك بعد قليل تتطلع فليجدون. في ناس بتاخد اجرها على الارض وفي ناس استنت ان يكون اجرها في السماء. الابن الضال طلب اجرته على الارض، ولكن اما ضيع حياته بعيش مسرف قال لا ارجع لمين؟ لابي. والكنيسه بتحط قدامنا هنا ان انت لازم ترجع لابوك. ترجع لابوك، ما تقعدش تفكر هتقول له ايه. هو هنا قال ايه؟ أرجع لأبي وأقول له أخطيت يا أبي في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. ودي الكنيسة حطتها لنا على طول لأن عرفت الصلوة دي محبوبة عند ربنا، حطتها لنا في صلاة الغروب. فهو المفروض إن أنا وأنا راجع لربنا هقول له إيه؟ يقول لك خذوا كلاما وارجعوا إلى الله. ما ترجعش تقول له يا رب أنت بتعمل معايا كده ليه؟ أنت ليه ما بتدينيش الحاجة اللي أنا نفسي فيها؟ دور الخطية اللي فصلك عن ربنا عشان هي دي أما تتوب عنها يكون لك نصيب وحياة أبدية أفضل من الحياة الزمنية. وخلوا بالكم اللي بيشعر بالحياة الأبدية بيشعر بيها من على الأرض، لأن ملكوت الله فين؟ داخلكم. هوذا ملكوت الله داخلكم. تحس إن المسيح بقى هو اللي بيملك على عقلك، بقى يملك على قلبك، بقى يملك على عواطفك، بقى يملك على مشاعرك، بقى يملك على كلماتك، بقى يملك حتى الأملاك اللي انت بتمسكها تحس ان هي كلها ملك لله. حتى وانت بتقدم حاجة تقول له ده منك الكل ومن يدك ايه؟ أعطيناك. فهنا الإنسان اللي بيقرب لربنا ويمسك فيه بيفرح بيه وبيحس ان هو مشتاق ان هو يرضيه، يدور على كل وصية ويحاول ينفذها مش عشان خوفا من العقاب ولكن حبا في الآب. في واحد بينفذ الوصية خوف من العقاب، وفي واحد يخاف من الفضيحة، يعني لولا الفضيحة بس كان عايش بالطول وبالعرض. وفي ناس عشان محبة ربنا ملكت في قلبهم مش ممكن يخون ربنا حتى لو في فكره، مجرد ان فكره يسرح في حاجه غلط ولا عينه تيجي لحاجه غلط تلاقي ندم شديد جه في قلبه ومشاعره بقت كلها متحركه ناحيه ربنا بمسكنه شديده جدا، وهو بيقرع صدره ولا يشاء ان يرفع عينه ناحيه السماء ويقول له يا ابتا اخطيت في السماء قدامك ولست مستحقا ان اضع لك ابنا. عشان كده اما بيجي حد بقلب متذلل لربنا ربنا بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. لكن اللي جاي وشايف نفسه، اللي جاي وفاكر نفسه ده أنا ابن وريث ولي الحق، يقول له جبت منين الحق ده؟ بدل ما تيجي تقول له ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد قلقت ونفسي قد انزعجت جدا، بدل ما تقول له سمر خوفك في لحمي لأني من أحكامك جزعت، بدل ما تقول له من فضلك يا رب اغفر لي كل خطية وأنا يا رب مش هبص لإخواتي على الخطايا اللي بيعملوها، أنت وعدت وقلت كده اغفروا يغفر لكم. لكن إحنا ساعات كتيرة ما بنقدرش نغفر لأن مش حاسين بقد إيه غفران لربنا لينا. ساعات كتير ما بنقدرش نغفر للي حوالينا لأن مش حاسين بحجم الخطايا وتأثيرها واللي بعدنا عن ربنا فيها. اخر حاجه ان اللي بيجي لربنا زي ما قلنا في الاول خدوا معاكم كلام وخد معاك اتضاع. تالت حاجه تاخد معاك ايه؟ تاخد معاك عطايا تتناسب مع اللي انت رايح تسجد قدامه.
كانت في وصية في العهد القديم بيقول لا تظهر أمام الله فارغا، يعني لازم الإنسان لما بيقدم مش بس يقدم الحاجات اللي من إيديه، ولا يقدم ذبيحة التسبيح اللي بلسانه أو الشكر، لازم كمان التقدمات. لأن في ناس ممكن تقدم كلام زي ما أنت عايز، وتقدم مشاعر زي ما أنت عايز، ولكن تيجي ساعة الحاجة اللي هي بتحبها، أما واحد يكون بيحب كرامته قوي يقول له طب قدم لأخوك محبة زي ما أنا بقدم لك محبة، ما يقدرش. طب قدم عطايا يقول لك لا، إلا الفلوس، الفلوس دي حاجة مهمة عندي. أو ما يجي يقول له كمان طب قدم حتى مشاعر حلوة كده ناحية الناس اللي حواليك، يقول لك لا معلش، أصل دول بيعصبوني، ودول بينرفزوني، ودول بيضطهدوني، ودول مش عارف إيه، وقلبه مقفول على نفسه، ما بيفكرش غير في نفسه، ما بيحبش غير نفسه. اللي عايز يجي ربنا لازم يقدم ذاته ذبيحة، زي ما قال كده، قدم ذاتك ذبيحة مقبولة. الكلام ده اتقال في رومية 12 كده، بيقول كده عبادتكم مش بس اللي بالعقل كله، الواحد يبقى مش بس الأملاك اللي في إيديه، ولا المشاعر اللي في قلبه، ولا الأفكار اللي في دماغه، ده عايز يقدم كل حاجة لربنا. وده اللي قال عنها بولس الرسول كده، ده أنا خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها إيه؟ نفاية. طيب زعلان يا بولس على الحاجة اللي راحت منك؟ زعلان إن أنت ضاع منك مكانتك في وسط المجمع والسنهدرين؟ زعلان إن أنت بقيت دلوقتي مش من الأغنياء بتوع طرسوس زي ما كنت؟ زعلان إن أنت ما بقتش ليك مكانتك في الفلسفة اليونانية؟ يقول لك لا، كل الحاجات دي حسبتها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. ما تقعدش تفكر في نفسك هو ربنا باصص لي ازاي ازاي، هو عارف ان انت ضعيف، وعارف ان انت معلش، او عارف ان انا ضعيف، وعارف ان انا ريحتي ريحة الخنازير، وكلامي ما فيهوش حاجة حلوة، وكان عقلي ما فيهوش حاجة نظيفة، هو عارف. ما تقعدش تفكر هو باصص لي ازاي النهاردة، هو باصص لك بعين الاشفاق وفاتح حضنه مستنيك. عارف ان انت ضعيف ومش قادر تبطل اللي تتفرج عليه، وعارف ان انت ضعيف ومش قادر تبعد عن الطباع اللي فيك ليها سنين، وعارف ان ريحة الخنازير ماسكة فيك ليها، بس خليك انت كمان عارف ان فعلا ريحتك بقت كده، خليك فاكر ان انت لسه حافي، خليك فاكر ان انت لسه محتاج، لان ربنا ما بيديش الانسان اللي مش محتاج. تجيله وانت ضعيف، تجيله وانت مسكين، تجيله وانت محتاج يديلك. تيجي وانت متكبر، تيجي وانت ماسك في اخوك وبتقول له خليه وفيني حقي، تيجي وانت مش راضي عن اللي حواليك، يقول لك خليك في اللي انت فيه، انت بعيد كل البعد عن ارادتي، وبعيد كل البعد عن الهدف اللي انا خلقتك عشانه. ربنا خلقنا عشان نسبحه ونمجده ونتمتع بالحضرة معاه، يملك على قلوبنا وعلى عقولنا وعلى أفكارنا وعلى مشاعرنا، يملك على بيوتنا ويملها سلام، يملك على حياتك ويملها فرح، يملك على حياتك ويخليك ما انتاش محتاج للأرض. ربنا بيغنينا عن الحاجة مش بيغنينا بالحاجة، يعني ربنا مش بيديك حاجة فتبقى غني، ده بيملأ قلبك غنى تبقى مش محتاج حاجة من الدنيا. لسه بتقول له يا رب اديني جدي افرح مع اصحابي؟ لسه بتطلب كل طلبتك ان انت بس اديني الميراث كده عشان اروح اتمتع واعيش عيشه ترضيني فتره زمنيه مؤقته؟ طب وما تيجي المجاعه تفتكر ان هيكون عندك الوقت ترجع لابوك وتقول له كده اخطيت؟ ولا مش هيكون عندك الوقت؟ ولا ممكن تروح في وسط الايام الشر وتموت وانت فيك ريحه الخنازير؟ خلينا فاكرين ان حياتنا وان كانت احنا بنحس ان هي فترة كبيرة على الارض، لكن هي فترة قليلة جدا لا تقارن بالابدية. وعشان كده طوبى للانسان اللي بيكتشف خزي عريه. واحد من الكنائس السبعة يقول له كده خلي بالك، افتح عينيك، كحل عينيك بكحل لترى، لتعرف ان انت المسكين البائس العريان. طب انت ليه بتقول لي كده يا رب؟
بيقول له عشان تاخد مني ذهب مصفى بالنار وتغطي خزي ايه؟ عريك. هو الواحد لو ما اكتشفش ان هو عريان هيروح يطلب ثياب؟ لو ما اكتشفش ان هو محتاج هيروح يلح على ربنا يقول له اقبلني؟ لو ما حسش ان هو محتاج طهارة القلب ونقوة الفكر وقداسة السيرة هيروح يقول له ربنا اديني ايه؟ وعشان كده طوبى لهذا الابن، لانه اما رجع ما لقاش غير حضن مين؟ ابوه. لكن التاني يا خسارة، رغم ان هو في حضن ابوه الا انه مش حاسس بهذه المحبة. فواحد ضل بره والتاني ضل ايه؟ جوه. ربنا يحفظنا من كل ضلال ويدينا ان احنا نتشبه بهذا الابن الضال اللي رجع لابوه. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين. جبني وتتخني في قوي معرفته فوق انجي بكران معرس انجي